السمنة المفرطة خطأ جسيم جدا لا يقل خطأه عن بعض الأمراض اللي مش تمام، مفيش داعي للتفسير. ولذلك يجب من بيتنا تكون هناك ثقافة غذائية، ناكل ايه ونسيب ايه، وامتى ناكل وامتى ما ناكلش، ايه الحاجات اللي ناكلها والحاجات اللي نتركها. الحاجات دي كلها مهمة جدا. ما بقولش ما تتغذاش، بقول اتغذى الغذاء الطبيعي والعادي واستفيد منه في حدودك. ليه؟ لان ممكن قوي ان انت الاكل طول ما انت قاعد بتتكلم عن الاكل، يا سلام انا رحت المكان الفلاني وكلت فيه مش عارف ايه، ورحت المكان العلاني ولقيت عندهم مش عارف ايه. الكلام ده كله كلام غريب جدا، بيبوظ الثقافة الأكلية أو الثقافة الغذائية للإنسان. ولذلك يجب تجنب هذا تماما، إن احنا من الأول خالص ناكل في مواعيدنا، بين الأكلات ما يكونش فيه أكل تاني. خد البونبونية دهيا أو الحلوية دهيا، دي هي دي اللي هتسمنك، دي مش مهم، لا هتسمنه. البونبونية الصغيرة دي أو إزازة الكالوزة الصغيرة دهيا تعادل الرغيف أو اثنين أو ثلاثة، مع إن حجمها صغير، إنما كمية الكالوريز اللي بتديها يديها رغيف عيش.